السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأرحب بكم مع برنامج كن نجما. هذا البرنامج الذي يهدف إلى البناء المنهجي لنجوم المستقبل أصحاب الرسالة وأصحاب القيم الذين سيستبدلوا النجوم التافهة التي ضيعت الأمة. نحن نريد في هذا البرنامج أن تتعلموا يا شباب الأمة كيف تكونوا نجوما أصحاب رسالة وتنشرون قيما تنهض بهذه الأمة التي بدأت في طريقها نحو الحضارة من جديد. وقد حدثتكم عن أمور كثيرة وحطت بنا المحطة اليوم في محطة خماسية التأثير، وتحدثنا في الحلقة الماضية عن فن التأليف كإحدى المهارات الرئيسية للإنجاز، واليوم نتحدث عن ثاني خماسيات التأثير، وسنستعرض مهارات الظهور الإعلامي، وهي لعلها من أهم وسائل النجم في التأثير في الجماهير. سنتحدث عن الظهور الإعلامي وخاصة في الفضائيات الساحرة والمؤثرة، وأيضا سنتحدث عن ما ينافسها اليوم من وسائل الإعلام المرئي الجديد، وسنتحدث أيضا عن الإذاعة التي ما زال لها جمهورها بنسبة ثابتة، وسنتحدث كذلك عن الصحافة وكيف تغيرت وكيف تكون لكم تأثيرات واضحة من خلالها، والصوتيات بأساليبها المختلفة كلها مهارات من الظهور الإعلامي، وجاء الوقت لتتقنوها وأيضا تحسن اختيار الأفضل من تلك الوسائل ليوصل النجم منكم بإذن الله رسالته القيمية نحو جمهور والكل يشارك معنا في نهضة الأمة. فمع مهارات الظهور الإعلامي، إذن دعونا ندخل في تفاصيل هذا الظهور الإعلامي. وأول وأخطر وأهم ظهور إعلامي هو المرئيات. مهارات الظهور الإعلامي هي مهارات النجومية الحقيقية. النجم الذي يتخصص في مجال معين سوف يبقى مجرد متخصص بارز في هذا المجال، ولن يتحول إلى نجم ما لم يحسن مهارات الظهور الإعلامي. العكس أيضا صحيح، عدم إتقان مهارات الظهور الإعلامي ستضر المتخصص وتضعف ثقة الناس به إذا لم يتقن هذا الظهور وحاول يظهر. فتخيلوا معي طبيب متميز لكنه لا يحسن هذه المهارات، عزموه على التلفزيون، خرج في التلفزيون بدأ يتلجلج ويرتبك وكذا، إيش أخبار ثقة الناس به؟ إذن إتقان الظهور الإعلامي للنجم ليس نافلة، ليس خيارا، بل هو ضرورة للوصول إلى النجومية الفعالة والمحافظة عليها. في عام 1960 ظهرت أول مناظرة تلفزيونية في الانتخابات الأمريكية، وكانت بين نيكسون وكينيدي. الذين استمعوا للمناظرة من خلال الإذاعة توقعوا فوز نيكسون، والسبب تميز صوته، لكن من شاهد المناظرة في التلفزيون وهم الأكثرية توقعوا فوز كينيدي لقوة ظهوره التلفزيوني وتعامله مع الصورة التلفزيونية، وهذا الذي حدث فعلا وفاز كينيدي. أول مهارات الظهور الإعلامي هي الظهور الناجح في المرئيات. المرئيات تشمل اختيار القناة العربية الصحيحة التي تملك نسب مشاهدة مرتفعة. طبعا ما في مانع يا شباب تجربوا بقنوات ليس لها وجود، لأن معظم القنوات على فكرة ليس لها مشاهدة إعلامية، جربوا فيها لا مانع، لكن لن تكون لكم نجومية حتى تظهروا في قناة مميزة. عندها سوف تصل رسالتكم، رسائل النجم لن تصل للجمهور إلا إذا وصل إلى قناة تلفزيونية فعالة، أو الظهور في أكثر من قناة مرئية تغطي إقليم، هذه تغطي إقليم، تلك تغطي إقليم، وشرائح مختلفة من المشاهدين في العالم العربي، وبمجموعها
الجمهور يراه، أو ليس بالضرورة تلفزيون، اليوم ممكن يظهر بقوة في اليوتيوب وأمثالها. هذا حدث للعديد من البرامج الشبابية الناجحة، نجوميتهم نشأت ليس من التلفزيون، من الظهور الإعلامي المرئي من خلال قنوات اليوتيوب وأمثالها، فيكون برنامج مرئي ثابت يقدم للجمهور يتفاعل فيه مع الأحداث التي لها علاقة بتخصصه ومجاله، أو يعمل لقاءات دورية مرة كل شهر على الأقل حتى يبقى حاضرا، ليس بالضرورة برنامج تلفزيوني، لقاءات تلفزيونية، لكن على الأقل مرة بالشهر، هكذا يكون وجود مستمر. إذن يظهر في هذه الوسيلة الهامة أو يظهر في تلك الوسيلة الهامة، لكن المهم أن يظهر، ويظهر بقوة ويظهر باستمرار. ظهور المرئي هذا الأعمق بكثير من مجرد الحضور للاستوديو والتصوير، بل له أسرار كثيرة هي التي تصنع الفارق بين الظهور المؤثر والظهور غير المؤثر. هذا الفن للأسف يفقده أحيانا كبار العلماء، كبار الدعاة لا يعرفوا هذه المعادلة، فلا يفرقون بين تقنيات التعامل مع البرنامج المرئي وتقنيات خطبة الجمعة أو المحاضرة الجماهيرية، فيفقد البرنامج روح التنوع والتأثير، وبذلك تنصرف الجماهير عن فوائد المحتوى الهام. يعني تخيل برنامج تلفزيوني كل من بداية لنهاية على نمط واحد، شيخ قاعد يتكلم طول الوقت، ما في أي تغيير، ما في أي إبهار بصري، ما هو هذا إذاعة، ما هو تلفزيون. فإذن هناك الإعداد الجيد الذي يتجاوز مجرد إعادة مادة مكتوبة من أي مرجع أو كتاب وتقديمها للجمهور، هذه مجرد محاضرة لكنها مصورة. أقول لكم مرة احنا في القناة عندنا دعونا واحد من كبار المفكرين، فاجأني وطلبت من الأخوة معنا في القناة ما يفتحوا له باب لبرنامج آخر مدام هذا أداء، واحد من أكبر المفكرين، برنامج تلفزيوني 30 حلقة، قاعد يقرأ من ورقة 30 حلقة، إيش هذا؟ هذا برنامج تلفزيوني؟ هذه محاضرة؟ حتى ما هي محاضرة، هو في المحاضرات أداء أحسن من هذا، لكن لتخوفه من الكاميرا قام يتعامل بهذه الصورة، محاضرة مصورة. الإعداد يجب أن يبني البرنامج، الإعداد يعزز المحتوى، الإعداد يقول هنا ضعوا الصورة المرئية المناسبة، وهنا ضعوا القصة المناسبة، وهنا المعلومة الجيدة، هذه كلها هي التي تشكل برنامج، هو ليس فقط واحد جالس يتكلم، وهناك القدرة على الحوار مع الكاميرا، يتكلم مع الكاميرا كان يتكلم مع شخص أمامه، وأيضا المخرج المبدع اللي يعرف الزوايا، زوايا التصوير، ويعرف يتعامل معها بحرفية. أيضا هناك الثقافة العامة للتعامل مع أنواع البرامج، أحيانا يطلب منا برنامج مباشر أو مسجل أو حواري أو منوع أو مقابلات مرئية. القالب هذا الفني يسموه للمرئيات يختلف، مدة البرنامج أيضا تختلف، دورية البث، كلها أشياء مؤثرة، بل حتى اختيار المظهر له أثر كبير على البرامج المرئية. إذن أصعب أنواع الظهور الإعلامي البرامج المرئية، والعلاج الرئيسي لها 3 أمور، احفظوها يا شباب: الإعداد والإعداد والإعداد، هذه قواعد هذا الظهور. النوع الآخر من الوجود والظهور الإعلامي هو الإذاعة. فيظن اليوم الكثير من الناس أن الإذاعة قد ماتت أو ضعفت كثيرا كوسيلة إعلامية، وأن فترة ازدهارها كانت في 50s and 60s من القرن الماضي، وانتهت بظهور التلفزيون، وتأكدت هذه المسألة بظهور وانطلاق القنوات الفضائية. وطبعا هذا الاعتقاد زاد بسبب وجود اليوتيوب وغيرها، كل هذا غير صحيح، بل بالعكس، أنا اطلعت على الأرقام 2015 آخر أرقام وإحصائيات في هذه المسألة، فوجدت أن الإذاعة نسبة متابعتها ما زالت ثابتة، لم تتغير.
بل في بعض الدول الإذاعة بدأت تعيش حالة ازدهار غير مسبوقة لأسباب كثيرة، ومنها ظهور أجهزة النقال الذكية واستماع الناس لمواد سمعية كثيرة من خلال سماعات الأذن، وخاصة في الأوقات الضائعة مثل انتظار إنجاز معاملات أو أحيانا بعض الناس في السوق هو قاعد يتمشى وقاعد يسمع، فهذه كلها غيرت المعادلة السمعية. أيضا ظهور تطبيقات ذكية توفر فرصة الوصول لجميع إذاعات العالم، فزاد التنافس بسبب ذلك بين الإذاعات. كذلك تطبيقات متخصصة في المواد السمعية، هذه ساوند كلاود وغيرها، هذه عززت كلها على عكس ما يظن الناس، هذه كلها عززت دور الإذاعات. كان السابق الناس يسمعوا الإذاعات فقط في السيارة، اليوم يستمعها في السوق ويستمعها وهو ماشي ويستمعها وهو يركض. في السنوات الأخيرة أيضا جاءت الزحمة المرورية فزادت فرصة السماع للإذاعات، الجمهور يقضي أوقات طويلة في الشوارع، استغلتها الإذاعات لبث البرامج في أوقات يسمونها الذروة الذهبية اللي هي عز الزحمة كما يقولون. هذا جعل الشركات أيضا تتشجع على الإعلان في الإذاعات في تلك الأوقات، وهذا كله عزز ماذا؟ عزز تمويل الإذاعات وساهم في نجاح الإذاعات. أيضا من الأسباب التي عززت دور الإذاعة سقوط نظرية حارس البوابة، الانفتاح الإعلامي. اليوم دولتك تمنع إذاعة معينة عندك من التدخل في أمور معينة، اقلب الموجة اسمع واحدة ثانية وخلصنا، روح أسس لك إذاعة خاصة من العالم وبثها على بلدك وانتهينا. وبالتالي هذا الانفتاح الإعلامي، وأيضا في كثير من الأماكن سمحوا بإذاعات خاصة بشكل رسمي، هذا كله أطلق تحرر هذه الإذاعات في الإبداع في التجديد، تحررت من قبضة الضوابط الرسمية. إذن أمام النجم فرصة لا تعوض لاستثمار ظهوره في الإذاعة، خاصة إن الإعداد الإذاعي والإنتاج الإذاعي أسهل بكثير من الإعداد المرئي، مع كل اللي تحتاجه، محتوى جيد وصوت مؤثر ولغة سليمة. فلا بد إذن يحرص النجم على برنامج إذاعي ثابت أو لقاءات دورية كل شهر على الأقل وغيرها من أدوات المرئية والسمعية. مزيد من أدوات الظهور الإعلامي أحدثكم عنها بعد الفاصل بإذن الله تعالى. بحاول أتذكر التسلسل الزمني الدقيق لمراحل ظهوري في الإعلام. أعتقد أن أول وسيلة كانت الكاسيت اللي حاليا أعتقد شبه انقرض، ممكن بعدها في الإذاعات، ثم الانترنت طبعا ايضا هذا بحد ذاته مراحل مختلفه، يعني بدينا في كانت في المنتديات او المواقع، بعدين صارت في عندك اليوتيوب والسوشيال ميديا، طلعت في برامج تلفزيونيه، مقدمات برامج تلفزيونيه، طلعت بعدين في الفيديو كليبات. يمكن تاخرت انا في خطوه الفيديو كليبات، كنت وايد حريص ان أطلع بأفضل منتج، والآن يعني تقريباً صار في كل مكان، يعني في سواء في التلفزيون، السوشيال ميديا، اليوتيوب، الإنستغرام، يعني كل هذه الوسائل. لا أخي، أنا حسب ذاكرتي أول ظهور إعلامي كان عندي إذاعة، الإذاعة الأردنية باللغة الإنجليزية. كثير ناس ما بيعرفوها، إذاعة وبالإنجليزي وإذاعة رسمية الأردنية قدر الله. بعد ذلك على الإذاعة الأردنية برامج دينية عربية. بعد ذلك تم استضافتي على التلفزيون الأردني ضيف في استضافة صباحية. بعد ذلك إدارة التلفزيون عرضت علي برنامج أنا اللي أقوم فيه، وكان هذا يعني أنا أكثر برنامج في تاريخ حياتي، هو قديم، هو أقدم برنامج تلفزيوني إلي. وتستغرب أكثر برنامج حتى الآن، هي 25 برنامج في حياتي، ما زال كثير من الناس بيذكروني فيه قدر الله. شعرت ربنا كتب له التوفيق اللي هو جدد حياتك، أعطاني دفعة طبعا قوية جدا، إني لما نقلت
إنجاز التعبير خطابي من المحاضرة إلى التلفزيون بدون ما أغير كثير ونجحت الفكرة، عملت لي دفعة هائلة جدا. بعد ذلك طبعا صار ما منفع أسلوب المحاضرة بثلاث دقائق وعشر دقائق، صرت أطور بنفسي زي ما قلت، يعني إنه مرات عشرة برنامج نص ساعة، عشر دقائق، ثلاث دقائق، أربعين ثانية، رسائل، استضافات، قنوات أبو ظبي بلبنان بكذا إلى آخره. صار كل شيء له ستايل وله موضوع، صار الواحد يطور نفسه يعني. ما أهلا بكم ومرحبا مع كن نجما، وحديثنا عن الظهور الإعلامي. تحدثنا عن المرئيات، تحدثنا عن الإذاعة قبل الفاصل، حديثنا الآن نبدأ بالحديث عن الصحافة. ورغم تراجع الصحافة الورقية لصالح الصحافة الإلكترونية، لكن الصحافة الورقية انتبهوا ما زال لها تأثيرها على المستوى المحلي داخل كل بلد. فلما يكون للنجم حضور عربي فالعديد من الوسائل الإعلامية ستحرص أن تحقق له الحضور، لكن على المستوى المحلي، مستوى المحلي يصبح الصحافة لها أثر، صحافة الوطنية كما يسمونها تبقى لها أهميتها، هذه ستبرز النجم وتعزز نجوميته. ولا شك أن هذه الصحافة الورقية عززت هي أيضا حضورها الإلكتروني، تحولت كثير منها إلى الحضور الإلكتروني. وهناك مزية أخرى للصحافة الورقية بالذات، كونها تحت المساءلة القانونية، مما يجعلها تدقق في كثير من موادها المنتشرة ولا تستطيع أن تنشر إشاعات عن النجم، على عكس الصحافة الإلكترونية التي تختلط بها الحقائق بالشتائم ولا يحاسبها أحد. اليوم بدأت الدول تنتبه لخطورة هذه المسألة وأصدروا قوانين للجانب المرئي والعفو الجانب الإلكتروني، وإن كان بعضها فيه مبالغة في تقييد الحريات، حرية التعبير بالذات. أيضا الصحافة المحلية عادة ما تكون متابعة من قبل الأوساط الرسمية في البلد، مما يعطي لتأثيرها بعد إضافي هام، ما كثير من النجوم ما يحسبوا حسابه. واليوم المقال الصحفي، ليس الخبر الصحفي، الصحفي المقال الصحفي صار له قوة. يعني اليوم الأخبار الصحافة ما تلحق عليها، يعني تطلع الصحيفة تكون للأخبار بايتة، لكن المقال الصحفي صار له قوة، صار له نفوذ لا يستهان به، ويمكن للنجم أن ينتقد العديد من الأوضاع الخاطئة خاصة في مجال تخصصه، ويبرز تميزه من خلال هذا المقال الصحفي. إذن الظهور في الجانب الصحفي ليس الأخبار وإنما المقابلات، والأهم من هذا مقالات الرأي كما يسمونها. رابعا الصوتيات. هنا نتكلم عن ما كان يسمى في القديم الأشرطة، انتهت طبعا الأشرطة، والسي دي، حتى السي دي انتهى، حتى الفلاش اليوم انتهى، يعني صار كله بالسحاب الإلكتروني هذا. هل ما زالت الصوتيات لها قيمة؟ يعني مثل السلاسل اللي كنا نعملها، قصص الأنبياء ولا السيرة النبوية. قد تستغربوا لو قلت لكم أن حجم متابعة هذه الأمور ما زال عالي، وعالي جدا، لكن الفرق أن الناس كانت تتابعها سابقا من خلال الأشرطة، اليوم ما يتابعوها من خلال الأشرطة، يتابعوها من خلال الإنترنت أو من خلال التطبيق أو الهاتف الذكي. واحد يقول بس هذه ما فيها دخل. طبعا ما فيها دخل، انتهينا، معظمها ما فيها دخل، ليس الهدف الدخل، هو الهدف نشر الفكر. وذلك أنا مع التغير هذا الذي جرى استأذنت الشركة التي كانت تنتج أشرطتي، شركة قرطبة المباركة، وجميع أشرطتي السابقة، قصص الأنبياء، السيرة النبوية، كل ما صدر من أشرطة وضعته على الإنترنت في موقعي مجانا. هل هذا له تأثير على النجومية؟ طبعا هنا النجومية ليس كلها بفلوس، لازم يكون عندنا أشياء نقدمها لنشر فكر، وأشياء نقدمها لتعزيز تأثير، ونحن نتكلم عن مهارات وقضية التأثير، والظهور الإعلامي أحد عناصرها الرئيسية. وبالتالي المرئيات لها دورها، الإذاعة، الصحافة، لكن الصوتيات ما زال لها دور رئيسي.
أنا أسأل ابننا الصالح حمود الخضر المنشد المشهور، أقول له أنت اليوم لما تعمل أناشيد ما تنباع سي دي، ما حد يشتري سي دي. فقال لي لا دكتور خلاص احنا انتهينا. هو الآن نتكلم ليس عن محاضرات، حتى عن مجال الفن يقول انتهينا، احنا ما نعتمد على مبيعات، خلاص هذه انتهت. وإن كان ما زال في ناس تشتري، لكن لا اعتمادنا الرئيسي ليس عن هذا. طيب انت ايش تستفيد منها يعني؟ هذا شغلكم الرئيسي. قال نعم، لكن انتشارها هذا هو الذي يخلي الناس تدعونا لحفلاتها وتقبل علينا بأعدادها. فاعتبروها هذه إذا كان في المجال الفني قلنا احنا نعتبرها مجال تسويق. نحن أيضا في المجال الدعوي نعتبر هذه الصوتيات مجال تسويق، لكن تسويق لفكرنا. فإذا انظروا لها هذه النظرة. فسواء كنت في مجال فني أو غير من المجالات، أو دعوي أو فكري أو علمي، تستطيع أن تنشروا كثير من الأفكار من خلال هذه الصوتيات، بل يكون لكم نجوميتكم من خلال هذه الصوتيات. النوع الخامس من الظهور الإعلامي نسميه العشرة الأوائل. العشرة الأوائل، الإعلام المؤثر هو الإعلام الذي يصل للجمهور. اللي ما يصل للجمهور ليس له قيمة. ذاك احنا كنا لما في مجلس إدارة القناة كنا دائما نذكر بعضنا ويقول لبعضنا لا حد يتفلسف. العبرة ليس بأني والله سويت برنامج رائع وسويت فيه قيم حلوة، طيب إذا ما حد رأى، إذا نسبة المشاهدة صفر، ما قيمته؟ إذا القيمة الحقيقية أن يصل إلى الجمهور. ومن هنا ظهرت فكرة قياس نسب المشاهدة ونسب المتابعة لمعرفة ترتيب هذه الوسيلة الإعلامية. هذه القناة كم ترتيبها بين القنوات، هذا البرنامج كم ترتيبها بين البرامج، وهذه الجريدة كم ترتيبها بين الجرأة، واسحبوا. فصار هناك ترتيب. طبعا هذا يساعد الشركات التجارية على اختيار الوسائل الإعلامية المؤثرة والمنتشرة فيقوم بالإعلام فيها، وهذا سيضمن مردود إعلامي عالي للجهة التي ترتيبها عالي. فصارت القنوات والجرائد تتنافس على هذه المسألة. إذن مؤشرات المشاهدة والمتابعة هي التي تحدد التنافس بين الوسائل وسائل الإعلام المختلفة لتقديم الأفضل والاستئثار بالمتابعين. ومن الوسائل التي يستعملوها لزيادة المشاهدة وزيادة المتابعة الاستعانة بنجومية النجوم. شاهدنا كثير من النجوم تحولوا إلى تقديم برامج. في الرياضة مثلا يفضلون نجم الكرة الذي كان له صيتة في السابق والآن اعتزل، يفضلوا مثل هذا لتقديم برنامج والتعليق عليه، ويتعاقدون مع نجم مشهور من شبكات التواصل الاجتماعي لتقديم برنامج عن التكنولوجيا وهكذا. إذن هذه النسب مهمة، مهمة بالنسبة للنجم ليعرف. معرفتنا ما هو ترتيب أول عشر وسائل بالذات نعرف من خلالها ما هي الوسائل الإعلامية المؤثرة التي تتمتع بمتابعة مكثفة، متابعة عالية من الجمهور، ونحرص على التواجد بها إن استطعنا. كم من برنامج جماهيري كبير تم صرف ميزانية ضخمة عليه ولم ينجح النجاح المتوقع. لماذا؟ لأنه اختار الوسيلة الإعلامية الخاطئة أو التوقيت الخاطئ لبث البرنامج، وبالتالي افتقد المتابعة الجماهيرية التي تحقق أي انتشار أو أي تأثير. ولذلك على النجم أن يختار هذه الوسيلة الصحيحة للظهور وتحقيق الأثر. نحن نتكلم عن تأثير، ويكون للنجم تواجد ثابت ودوري في وسائل الإعلام العشرة الأوائل في بلده، والأفضل العشرة الأوائل على المستوى العربي، والأفضل طبعا العشرة الأوائل على مستوى العالم. إذن اختصرت لكم قواعد رئيسية في الظهور الإعلامي الذي يحدث
التأثير، فاحرصوا عليها. وفقكم الله تعالى لكل خير، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أتعجب من كثرة تذمرنا من سوء القدوات التي يقدمها الإعلام، ثم نحجم بعد ذلك عن تقديم البديل.